حنظله الله عليك. السلام عليكم. ابن السوادي يا بجر عيدك خرج 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 من الباب يا بجر عيدك والشموخ صرناني يا عريس دائما ارفع رصيدي دائما ارفع يلا ارجع يلا هذه نسيت الدخله. سلام من التيك توك حبايبي الجمهور المتابعين يا حبايبي. يعني موال ولا ايه؟ لا لا باقي بيتين. اوكي هنقولهم مكان حاجه من الاول. ها عادي ضبطني يلا.
ما فيها موان بس حط مقدمة يلا ما فيها موان؟ لا لا حط مقدمة عتوتو شغال يا ولد ايوه والله لي منهم سنه احسن شويه لايف في الاثنين ها بديو بديو ولد انتبه هذا التيك توك يا فضل يلا اقول هذه الشيله اهداء من ابو حنظله ومن محمد عبد الله الحجري الى العريس الغالي خالد نبيل اداء عيد ميلاد عيد يا هذه الشيلة اهداء من ابو حنظله ومن محمد عبد الله الحجري للعريس الغالي خالد نبيل بمناسبة زفاف الزواج كلمة الشاعر ابو جبير المحاقري اداء ابو حنظله ايوه لازم جديد لازم جمهوري العزيز انا خليت لكم ابو حنظله غنى الشيلة دي وان شاء الله الشيلة دي تكسر الدنيا وابو حنظله ما شاء الله عليه عمل شغل كويس جدا ولون جميل شعبي حلو انتوا كلكم بتحبوه كلكم بتفوني على الـ على الـ على التيك توك بتاعي وهتلاقوا حاجات جامده جدا خلي ابو حنظله يكتب لكم كم معانا انت كمان باللايف 186 والله عيب والله عيب كله يدفني على البتاع دور الحساب كم حسابي انت شوف الحساب يوم الحساب كم الحساب حق التيك توك كم هو حساب استنى اقول لكم انا الحساب دلوقتي كله دي خالد نبيل موجود عريسنا موجود هلا والله موجود عندي والله اللي هو ده حسابي يا جماعه عندي بالحساب عندي موجود كله يدخل دلوقتي والله انا اتحكم ارحب من هو القحطاني من هو ما راح مني والله والله انا اتحكم ياسر القحطاني والله ابشر بسعدك يا ياسر مرحبا والله مزلة مرحبا المهم يلا بعدين بعدين ما رجعنا بث شوية اليوم يلا سلامي لكم ولكل حبايب الحين معنا حماس بس نسجل يا حبايبي وفقنا وفقكم الله بس لا نوفي بالوعد ولي سنة أو سنة وشهرين ما بثيت ولا دخلت لايف ومقصرين من جمهور التيك توك فسلامي لكم أينما كنتوا والتحية دواج بعدين بعدين